أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعونا فيها. جيش ميانمار يتعهد بالمضي قدما في حملته العسكرية ضد الروهينجا وسط صمت عربي ودولي. والأزمة الكورية الأمريكية تنتقل لمواقع التواصل الاجتماعي. وسيسي وبريكس ضمن الأكثر تداولا في مصر بعد إلقائه كلمة خلال القمة الاقتصادية بالصين. أما في الصين فشرطة تعاقب ضابطا بعد انتشار مقطع على الإنترنت لتعديه على امرأة. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. كما إلى هذه الحلقة من هاشتاج ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب إيجي مباشر. وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقة والتعليق عليها فشاركونا. أكدت الأمم المتحدة أن السلطات في ميانمار فشلت في حماية أقلية الروهينجا المسلمة، وذلك مع استمرار حملة الجيش العسكرية في منطقة أركان التي تسببت في نزوح نحو 90,000 من الأقلية باتجاه بنغلاديش. وقالت يانغلي مفوضة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار أن السلطات هناك فشلت في اتخاذ إجراءات الحماية أو اتخاذ إجراءات لحماية أقلية الروهينجا المسلمة، وأكدت أن الوضع أصبح خطيرا للغاية. وحثت مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي على التدخل عاجلا لمعالجته. من جانبه تعهد جيش ميانمار بورما بالمضي قدما في حملته العسكرية ضد الروهينجا. للمزيد حول أزمة الروهينجا دعونا نتابع الفيديو التالي من إنتاج صفحة الجزيرة على فيسبوك فلنتابع. في أزمة الروهينجا حيث تجمع آلاف المتظاهرين اليوم الاثنين في غروزني عاصمة شيشان بدعوة من قائد هذه الجمهورية الروسية في القوقاز رمضان قديروف للاحتجاج على اضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. دعونا نشاهد جانبا من الصور. أزمة الاعتداءات التي تواجهها أقلية الروهينجا المسلمة في إقليم أركان بميانمار كانت مثارا لعدد كبير من التعليقات عبر تويتر، حيث قال أستاذ العلوم السياسية محمد مختار الشنقيطي حين يظهر علم السعودية في تغريدة لكاتب سعودي يشمت في مسلمي الروهينجا فاعلم أن الإسلام مصاب في قلبه هذه الأيام، لكن لكل ظالم نهاية ومنافق أيضا نهاية. بينما غرد محمد البراك قائلا أي حدث
يتهم فيه مسلم ينسبونه للإسلام ولو تبرأ منه المسلمون. أما المجازر التي يرتكبها البوذيون ضد مسلم روهينجا في ميانمار فليست إرهابا. بينما تغريدة أخرى كتبت من وليد سعد يقول فيها: حسبي الله ونعم الوكيل، إبادة جماعية لشعب روهينجا المسلم في ميانمار، ويتم اتهام الإسلام بالإرهاب رغم أنه أكثر ديانة مضطهدة في العالم. أما على فيسبوك فكانت هناك أيضا مزيد من التدوينات القصيرة. أحمد عبد القوي يقول: لو اللي بيحصل في روهينجيا دلوقتي كان بيحصل في مسلمي ألبانيا أو البوسنة لكان العرب والمجاهدين بالآلاف لإغاثتهم. ويقول ياسر الهواري: تحالف ميليشيات بوذية مع النظام العسكري في بورما ضد أقلية الروهينجيا المسلمين بيوضح أن التعصب باسم الله أسوأ أنواع التعصب. ما فيش دين، ما فيش فيه متعصبين جهلة بيحاولوا يلاقوا طريقة يعوضوا بها فشل حياتهم بالتعصب والكراهية للغير، أملا في تحقيق أي انتصار في حياتهم على حساب الطرف الآخر. بينما محمد علي الهاشمي يقول: أزمة روهينجيا دليل جديد على ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، وأن المسلمين لا حقوق لهم عندما يسمى مجلس الأمن الدولي. أخيرا خالد النويري يقول عبر فيسبوك: بشع أشكال التطهير، أبشع أشكال التطهير العرقي ترتكب في حق أقلية الروهينجيا. العالم يرى ويسمع ولكن لا حس ولا خبر، فقط تقديم إحصائيات عن عدد القتلى والنازحين، وذلك موسوما بإرهاب بورما. هذا وقد هاجم عدد من المدونين العرب رئيسة وزراء ميانمار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي، متهمين إياها بالوقوف وراء أزمة روهينجا. معنا متابع الكاريكاتور. تمت مواقع التواصل الاجتماعي بتطورات الأزمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعدما طلبت الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية أمس، واعتبرت التفاوض مضيعة للوقت. بينما دعت كل من روسيا والصين للحوار بخلاف حول الإجراءات المناسبة تجاه بيونغ يانغ. هذا وقد أحدث الاختبار زلزالا في كوريا الشمالية وتأثرت به اليابان، بلغت شدته 6.3 درجات بمقياس ريختر. وقد تداول مدونون مقطع فيديو يرصد وقت الزلزال في اليابان، دعونا نتابع هذا الفيديو. وإذ يبدو هذا الخبر ضاربا في عمق مجال السياسة الدولية، إلى أنه حظى باهتمام عربي ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر واسم كوريا الشمالية ضمن قائمة الأكثر تداولا على تويتر عربيا وعالميا. ونبدأ بعدد من التغريدات، منها تغريدة عبد الله الشيقي يقول فيها: تمنيت هذا الحماس والإجماع والتوحد النادر في مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية، نشهده ضد جميع الطغاة والمجرمين والقتلة والمحتلين والديكتاتوريين. تغريدة أخرى من ناصر السهلي يقول فيها: الذي يفعله رئيس كوريا الشمالية ما هو إلى إعادة التوازن أو إعادة لتوازن القوى في العالم وإشغال الغرب عنا وتفعيل مصطلح دول الثقل والمقاومة، ذلك على حد رأي ناصر السهلي. رد عليه سالم المري قائلا: الحرب الباردة انتهت مع روسيا وحان وقت هذه الحرب مع كوريا الشمالية كما يراها سالم المري. بينما ناصر التميمي هو الآخر غرد من متابعة السياسات السابقة عندما يقول الأمريكان أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع كوريا الشمالية، هذا يعني أن الخيار العسكري
غير مرجح. السخرية حضرت أيضا في التعليقات، حيث كتبت ياسمين على وسم كوريا الشمالية ما تقول فيه: كوريا الشمالية هي الوحيدة التي تواصل انتهاك الاتفاقيات الخاصة بالاتفاقيات النووية. الله لا يوفقهم، بنموت كلنا إذا خبل أمريكا قابل خبل كوريا الشمالية. بينما غسان جواد هو الآخر كتب: لا أعرف ما هي الأسلحة التي سوف تكون في الحرب العالمية الثالثة، ولكن الحرب الرابعة ستكون بالعصي والحجارة، وذلك على وسم كوريا الشمالية. فيسبوك تميز عن نظيره تويتر بالتحليلات، ليس فقط الاقتصار على الآراء، حيث دون محمد مرسي قائلا: كوريا الشمالية دلوقتي شبه عسكري الشطرنج الرخم اللي واقف في مكان مهم، في وزير وحصان وطبية وفيل بيحموه علشان لو اتاكل اللعبة هيتفتح، وقطع الخصم هتحاصر الملك. كل أعداء أمريكا وفي مقدمتهم الصين واقفين في ظهر كوريا الشمالية، لأنها لو كملت معاه فده معناه أن توازنات نظام القطب الواحد العالمي اللي بتقود واشنطن اختلت، وإحنا على أعتاب توازنات جديدة تقود لعالم متعدد الأقطاب. بينما يرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة محمود يوسف هو الآخر قائلا: منطق كوريا الشمالية في إطار ما يحدث للمسلمين في بورما يصبح منطق كوريا الشمالية صائبا، إنه عالم قذر لا يحترم إلا الأقوياء. الأمم المتحدة عديمة القيمة والأهمية تطالب بضبط النفس، وكأن حربا متكافئة تدور بين طرفين. رأيت مسلمين الآن يحرقون ويذبحون ويلقون في الأنهار وهم أحياء. الأمم المتحدة بكت على تماثيل أفغانستان وهي تهدم. بتاع كوريا فاهم هو بيعمل إيه. ترامب لن يستطيع مهاجمة تي لأنه عارف اللي هيحصل لأمريكا. بتاع كوريا أذكى من العرب والمسلمين الذين أضاعوا ثرواتهم هنا وهناك وأصبحوا يستجدون الحماية ويدفعون الإتاوة. بتاع كوريا لن ينتظر بيان الأمم المتحدة الذي يطالب بضبط النفس فتضيع كوريا كما ضاع العراق. يا له من عاقل يدعي الجنون، فهم العالم القذر على حقيقته، وهذا على حد قوله. مشاهدينا فصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين قادة دول قمة بريكس إلى زيادة استثماراتهما في بلاده والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة بين القاهرة والعالم العربي وإفريقيا. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى أعمال تجمع دول بريكس المنعقدة في مدينة شيامين بمقاطعة فوجيانا الصينية. وقد حظيت كلمة السيسي ومشاركة مصر في قمة بريكس باهتمام واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ظهرت وسوم السيسي والصادرات المصرية وبريكس على موقعي تويتر وأيضا فيسبوك. وقد حظى هذا الموضوع بمشاركة واسعة، حيث غرد الناشط حازم عبد العظيم قائلا: السيسي، تحرير سعر الجنيه أدى لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وأكمل باقي العبارة: يصب في مصلحة المواطن. وبالطبع هذه تغريدة ساخرة من حازم عبد العظيم. بينما يرى محمد رشيد قائلا باستثناء تركيا وقطر فإن علاقات مصر الخارجية بين جيدة وممتازة مع كل دول العالم. شاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس دلالة إضافية وقوية. فيما انتقد يحيى القزاز قائلا: السيسي في قمة بريكس، الزيادة السكانية في مصر تقف عائقا أمام التنمية، فهموا دي قمة تنمية مش سوق للشحاتة. وسخر صلاح قائلا: السيسي راح الصين علشان يحضر قمة بريكس الاقتصادية. السؤال هنا: مراته رايحة مع ليه؟ إحنا فقراء أوي. مراته اللي هي زوجته. بينما يرى جمال الحصول على عضوية بريكس أهم من الوصول لكأس العالم. الرئيس في البريكس: شكراً، الصين الحليف الاستراتيجي المهم. أما على فيسبوك فكانت هناك انتقادات من ميلاد فهمي قائلاً: قمة البريكس وإيه آخرة اللعبة السخيفة دي؟ شوية أمريكا وشوية روسيا. السيسي يدعو بوتين لحضوره، وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، فين السياحة الروسية يا بوتين؟ علامة استفهام. ودونت مراجعة: السيسي في قمة البريكس بيشكر الشعب المصري لصبره على القرارات الاقتصادية الصعبة، حد يقول له الشعب المصري خايف مش صابر، وذلك
على حد قوله. وإلى الصين، حيث عاقبت شرطة إقليم شنغهاي في الصين شرطيا، وذلك بعدما أقدم على التعدي على سيدة وطرحها وطفلها الرضيع الذي كانت تحمله أرضا في حادثة صورته كاميرا فيديو يثير موجة من الانتقادات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي. قالت الشرطة في بيان لها إن الحادث وقع عندما حرر ضابط شرطة يدعى شو مخالفة لسيدة أوقفت سيارتها في مكان ممنوع. وأوضحت الشرطة أن السيدة تشاجرت مع الشرطي ودفعته وعرقلته، وأضافت أنها تجاهلت تحذيراته بأنها تعوق عمله. وتابع البيان أن الضابط سارع بدفع سيدة وطرحها أرضا هي والطفل الذي كانت تحمله، وأضاف أن رد الفعل المبالغ فيه للضابط لم يأخذ في الاعتبار سلامة الطفل. دعونا إذن نتابع الفيديو الذي شاهده الملايين في الصين وحول العالم لهذه الواقعة. هذا وقد نشر مدون آخر مقطع قال إنه لاعتداء عدد من الأشخاص الغاضبين على دورية الشرطة ذاتها التي اعتدت على السيدة في المقطع التالي، حيث أخذوا رقم الدورية من المقطع وتبعوها إلى أحد الأماكن في المدينة، لكنه لم يتسنى لنا التأكد من صحة المقطع أو وقت التقاطه، وهو على عودة المدون الذي نشره، لكن دعونا نتابع. أخيرا مشاهدينا، دعونا نتابع أبرز الصور التي تم تداولها تعليقا على هذا الموضوع، فلنتابع. تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم على واقع يتغير أو على الأقل وعى يزداد بهاشتاج. سنتواجد دوما للحديث عنكم ولو بقصة في هاشتاج. لكم تحياتي، أنا حياة اليمن، وإلى اللقاء.